طبعا يعني غير الرياضه اللي كانت واخده حيز كبير قوي في مهرجان العالمين، كلنا عارفين ان المهرجان كمان اهتم بكل انواع الفنون، بالذات المسرح اللي كان ليه نصيب كبير قوي بعد عرض مجموعه من المسرحيات المختلفه. طبعا جمهور المهرجان كان على ميعاد مع انطلاق عرض مسرحيه عريس البحر، وده هيكون ان شاء الله يوم الثلاثاء اللي جاي على خشبه مسرح يو ارينا بداخل مهرجان العالمين. خلونا نعرف تفاصيل اكتر. يمكن امبارح اتكلمنا مع مخرج العمل، النهارده بقى هنتكلم مع ممثلين داخل العمل، هم في الحقيقه كمان طلبه. ونبتدي معانا بدايه كده مع ساره حامد، بطله المسرحيه وبتقدم دور شامه. مساء الخير عليكي يا ساره. مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ انت كام سنه يا ساره؟ انا 26 سنه. 26؟ ايوه. لسه طالبه ولا اتخرجتي؟ لا انا خريجه الجامعه البريطانيه في مصر قسم طب اسنان، وقعدت في مسرح الجامعه 5 سنين مع الاستاذ وليد طلعت. اوكي، ويعني بعد كده انتوا كمان في منكم لسه بيدرسوا بيمثلوا في المسرحيه صح؟ بالظبط. احنا اغلبنا طلبه، واغلبنا يعني طلبه ومتخرجين ومن اقسام مختلفه. انت لو طب اسنان يبقى لسه بتدرسي طبعا، يعني معاكي ماسترز ولسه يعني معاكي ليله. أيوة. لسه انا لسه ورايا ليله وبقدم على ماستر، دي حقيقه. بس برافو عليكي ان انت كمان قادره تمارسي هوايتك وقادره ان انت تلاقي وقت لحاجه مهمه قوي. الحمد لله صراحة. مسرح الجامعة بالأخص يعني أتاح لي الفرصة دي، وإن أنا أقدر أوفق ما بين الاثنين كانت حاجة صعبة، بس حبي لمسرح الجامعة والشغل مع الأستاذ وليد يعني حاجة جميلة جدا، ما يعني ما أقدرش خالص إن أنا أسيبها. فأنا مبسوطة إن أنا جزء من مسرحية عريس البحر اللي هي يعني عزيزة وقريبة جدا من قلبي. طب بصراحة كده وبيني وبينك مش هقول لحد، عايزة تكملي في التمثيل؟ طبعا الحمد لله. يعني بصي، هو أنا من ساعة ما وانا في اسنان الصبح ببقى في الجامعة، بالليل بروفات مسرح، بعديها ورش، ولحد دلوقتي يعني مكملة في المسرح مع عريس البحر، وبرضه بشتغل بره حاجات وباخد ورش كتيرة. فلا يعني ده باشن بالنسبة لي وشغف انا بحبه جدا وعايزة اكمل. احنا شايفين الممثلة الفنانة سهر الصايغ قادرة ان هي توفق بين الاتنين، هي تقريبا دكتورة سنان وكمان ممثلة، فقادرة تعمل الاتنين. ايوه صح؟ ايوه ما شاء الله. طيب احكي لي عن دور شامة يا سارة، واكسبيرينس بتاعتك او التجربة بتاعتك في مسرحية زي دي عاملة ازاي؟ يا لهوي، ابتديلك منين؟ يعني بصي، هو مبدئيا احنا السكريبت ده بصراحه مرينا بحاجات كتير فيه، واشتغلنا عليه لمده 2 سنين، وجت كورونا ووقفنا، وبعد كده رجعنا تاني وسكننا تاني. وانا كنت عايزه شامه جدا من الاول سبحان الله، بس شاءت الاقدار ان انا ما اخدهاش اول مره. بعدين سكننا تاني، والحمد لله بالشغل الدؤوب بتاع استاذ وليد وطارق سعيد ومحمد رأفت، كل حد خد الدور اللي هو عايزه. وشامة بالنسبة لي بصراحة يعني كان صعوبة الدور بأن السكريبت الصعيدي، وأن هي شخصية صعيدية وبتمر بمراحل عمرية مختلفة. بس اوعي تحرقي بس يا سارة، أهم حاجة لأن الناس لسه هتتفرج. أنت أنا عاجبني قوي التجربة بتاعتك، أن أنت لسه طالبة، أو أن أنت يعني اتخرجتي من أسنان لكن لسه مكملة. أصل بتوع طب عامة بيكملوا دراسة يعني، وحابة أن أنت تكملي في ده. مش عايزاكي تحرقي بس المسرحية، أكيد هنتابع المسرحية دي وهنعرف أعرف أكتر عنها. شكرا ليكي سارة حامد، بطلة مسرحية عريس البحر عن دور شامة.